عند دخول مطعم ريفرس في جدة تنقلب الأمور رأساً على عقب حرفياً، وليس بالكلام فقط. فهذا المطعم عبارة عن مجموعة أفكار غريبة وحديثة ومميزة. مطعم ريفرس ذات الأرضية السوداء يمتلك طاولات وكراسي ليست على الأرض فقط ولجلوس الزبائن عليها، بل أيضاً معلقة في السقف فوق رؤوسهم، حيث استغرق السعودي أحمد لوصيبعي سنوات طويلة من البحث والتصميم والتنفيذ حتى يتمكن أخيراً من افتتاح مطعم بمفهوم غريب وفريد من نوعه في البلاد. الوصيبعي قرر أولاً وضع الأغراض بالمقلوب على عكس كل المطاعم الأخرى التقليدية والعادية، وجعل سقف مطعمه يحمل أوزاناً ثقيلة من السجاد والخشب والنباتات إلى جانب الطاولات بالطبع، وكأنه فرع آخر للمطعم معلق بالسقف. المكان من الداخل أما الميزة الثانية ذات الأهمية الشديدة في هذا المطعم فهي الطابع النسائي، حيث أن جميع موظفات الخدمة بما فيهن مساعدة الشيف هن من النساء، وهو أمر متعمد بحسب صاحب المكان، فقد تعمد أن يكون أول منشور للإعلان عن المطعم هو صورة لفتاة سعودية بالمقلوب ليقول: نقدم شيئا مختلفا سيكون مفهومه بالمقلوب، اسمه ريفرس وتديره مجموعة من النساء، وهو جزء من مساهمتنا في رؤية 2030. أما الشيف فقد استقدمه من برنامج توب شيف بنسخته العربية لتقديم أشهى المأكولات. وبالحديث عن الطعام والشراب، فيتم تقديم مشروب الضيافة الخاص بمطعم ريفرس في كؤوس صغيرة تحتوي رصاصة أمريكية حقيقية في التصميم، بحسب ما أوضح المالك في مقابلته مع CNN بالعربية. ليس ذلك فحسب، وإنما يتم تقديم الثلج للمشروبات بملقة مصنوعة من الذهب الخالص بعيار 24 قيراط، وهو يحمل شهادة معتمدة من شركة ذهب رسمية. لم تنتهي أفكار أحمد بعد، فقرر استخدام أحذية من علامة كريستيان لتحديد أي من دورات المياه هي نسائية ورجالية، وقد كلفه كل حذاء معلق على الباب حوالي $2600 أمريكي.